الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. كل عام وانتم بخير. النهاردة هتبقى عشية عيد الصليب. كل سنة طيبين. النهاردة بنقرأ إنجيل واحد من أشهر فصول الإنجيل اللي كلنا عارفينها، اللي هو دخول السيد المسيح لبيت زكا. وفي الحقيقة ده كان بالنسبة لليهود أيام السيد المسيح يعتبر عمل غريب، لأنه معروف أنه في الوقت ده الإنسان اللي ماشي مع ربنا لا يختلط بالأشرار والخطاة وما يدخلش بيتهم. والفصل ده من الإنجيل هو اللي احنا بنقراه لما بنيجي نبارك المنازل، وده برضو الفصل اللي بيتقري في صلوات الأنديل، بس مش في أول ساعة. في الحقيقة النهاردة كنا عاوزين نتكلم عن موضوع بعنوان بيوت دخلها السيد المسيح. فليس كل بيت دخله السيد المسيح وجد فيه راحة، وجد فيه فرح، وجد فيه ناس بتمجد اسمه. لا، في الحقيقة في بيوت كتيرة لقى فيها مقاومة وعند ورفض. هناخد أول نوع من أنواع هذه البيوت، هي بيوت العبادة اليهودية. بيوت العبادة اليهودية كانت عبارة عن نوعين: المجامع اليهودية والهيكل اليهودي. الهيكل ده كان هيكل واحد بس اللي في أورشليم، وده اللي بيقدم فيه الذبائح الحيوانية أو بيقدم فيه بخور. طيب وباقي المدن كانت بتعبد ربنا ازاي؟ كان بيبقى فيها حاجة اسمها المجمع. المجمع مكان بيجتمع فيه اليهود كل يوم سبت، ويقروا جزء من أسفار الشريعة وجزء من أسفار الأنبياء، ويصلوا صلوات معينة، وواحد يطلع يقول كلمة. ده كان طبيعة المجمع اليهودي. والمجامع اليهودية دي كانت في كل مدينة تقريبا في مجمع يهودي. في الحقيقة السيد المسيح كان دائما يعلم في المجامع، وكان دائما يعلم في الهيكل، ولكن لم يجد في هذه المجامع قلوب بتتفتح ليه وبتقبله. فكانت في مشكلة دايما عند الفريسيين والرؤساء الكهنة. الفريسيين كانوا ناس حرفيين جدا ومتكبرين ومرائين، فلذلك كانوا بيرفضوا المعجزات اللي السيد المسيح كان بيعملها في يوم السبت، ويعتبروا ده نوع من أنواع تعدي على الوصية وكسر الشريعة، بل يستوجب الرجم والموت. السيد المسيح شفى ذات اليد اليابسة، واحد كانت يده يابسة، شفاه في المجمع يوم السبت، وبص لهم كده قال لهم: هل يحل في السبوت فعل الشر ولا فعل الخير؟ تخليص النفس ولا إهلاكها؟ بصوا وسكتوا، ما تكلموش. هم عارفين هو بيسأل السؤال ده ليه، عشان يعمل المعجزة، وهم كانوا بيعتبروا ده كسر للوصية، وما كانوش يبصوا للمعجزة اللي حصلت وعظمت وعمل الله وعظمت ومجده، يبصوا بس للوصية وإنك أنت كسرت الوصية، والوصية دي هم اللي حاطينها، دي تعاليم الناس. يعني ربنا لما قال لهم طق يوم اذكر يوم السبت اللي تقدسه، ما كانش يقصد به طبعا الانسان ما يعملش اعمال خير. طبعا لا، يعمل اي عمل، اي عمل خير يعمله الانسان. في نفس الوقت ده كانوا كلهم بيكسروا السبوت، بس سرا بعيد عن الناس في الخفا. كل واحد عنده خروف ولا حمار يروح يجره ويشربه في يوم السبت رغم انه ده ممنوع. ولو في واحد عنده اي نوع من انواع الحيوانات اللي عنده في البيت وقع في البير، كان لازم يخرجه الا هيموت، رغم ان ده يعتبر ايه؟ كسر للسبت. لكنهم كانوا بيعملوا كده في الخفاء مش قدام الناس. فقال لهم: طب مين الاهم، الخروف ولا الحمار ولا الانسان؟ فهو حب يغير او يعدل المفاهيم بتاعتهم ويصلحها، لكنهم في الحقيقة كانوا بيرفضوا ده. وفي يوم برضو كان يوم سبت، ودخل المجمع وكان في سيدة منحنية مش قادرة تنصب نفسها،
منحنية بقى لها فترة طويلة، فالسيد المسيح شفاها من ضعفها وقامت وانتصبت والناس اتبسطت قوي. لكن رئيس المجمع زعل وقال كده، قال الإنسان عنده 6 أيام ممكن يعمل فيها خير، فاشمعنى يعني يوم السبت؟ مفيش داعي لموضوع السبت كده. قال هي 6 أيام ينبغي فيها العمل، ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت. فكانوا زعلانين قوي من انه ازاي يتعمل شفاء للمرضى يوم السبت. وفي مرة كان في المجمع في الناصرة اللي هي رأس مسقط السيد المسيح، وتكلم فيها السيد المسيح عن ما ورد في سفر أشعياء النبي اللي قال فيها أكرز بسنة الرب المقبولة. ولما بدأ يتكلم معاهم ويفسر لهم إزاي إنه كان في ناس أنبياء كتير في إسرائيل، أرامل كتيرة في إسرائيل، ولم يرسل الله واحد من الأنبياء إلا لأرملة بيت صيدا، وإنه كان فيه بررس كتير، والله ما شافهاش غير نعمان السرياني، كانوا هياخدوه ويرموه من فوق الجبل ويموتوه، ما عجبهمش الكلام. هو عاوز يقول إنه الخلاص مش لليهود بس، الله بيخلص كل الناس وعاوز كل الناس، رفضوا هذا الكلام. ففي المجامع اليهودية لم يجد السيد المسيح راحة، بل وجد مقاومة بسبب المتكبرين والمرائين والحرفيين. أما في الهيكل اليهودي فكان دائما السيد المسيح بيعلم، وطبعا الهيكل ده كان بيتقدم فيه ذبائح إشارة للسيد المسيح، الذبيحة الحقيقية. خلاص الذبيحة لما هتتقدم على الصليب مش هيبقى فيه داعي خالص لوجود هذا الهيكل، ولذلك تنبأ السيد المسيح عن خراب هذا الهيكل وقال كده: أما تنظرون جميع هذه، كان بيبص على الهيكل كده، الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجرا على حجر لا ينقض. وقال هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. ده كان في آخر يوم، كان يوم الثلاث البصخة، يعني يعادل كده يوم الثلاث اللي هو بنسميه ثلاث الإشارة. كان بيعلم في الهيكل طول النهار، وفي آخر اليوم قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، فتنبأ عن انتهاء وخراب الهيكل. يبقى ده أول نوع من أنواع البيوت اللي السيد المسيح كان بيدخلها، بيوت العبادة، المجامع والهيكل اليهودي. هل وجد راحة؟ لا، الله وجد، ما وجدش راحة هناك، وجد مقاومة، وجد متكبرين، وجد مرائين. فلم ينظروا إلى المعجزات، بل نظروا إلى الوصية الحرفية اللي هم حاطينها بحسب مفهومهم الضيق لوصية الله بحفظ السبت. النوع الثاني بيوت الفريسيين. الفريسيين جماعة من رجال الدين الحرفيين جدا، اللي كانوا بيحفظوا الشريعة صم، وصفر التثنية يحفظوه غيبا، وبقى يبدأوا يدرسوا في التلمود اليهودي اللي هي التفسير اليهودية ومفاهيمهم هم عن كل وصية. وطبعا كانت مفاهيم ضيقة جدا لدرجة ان هم كانوا يعدوا الخطوات، يقول لك انت لو عديت اكتر من 1020 خطوة يبقى انت كسرت السبت، لو ما عملتش كده يبقى انت ما كسرتوش، لو قدمت مش عارف لو قدمت حاجة عصير عنب وكان فيه بعوضة يبقى ده نجس لازم تصفيه. وفي نفس الوقت كانوا ممكن يبلعوا الجمل، يقول لك الذين تصفون البعوضة وتبلعون الجمل، ممكن يأكلوا بيوت الأرامل، ممكن حد يحط عندهم فلوس وياخدوها بعد كده، يقول لك حطناها في بيت الله، تجارة ببيت الله. وهنا في حاجتين، سيد المسيح ذهب لهذه البيوت، سيد المسيح ما رفضش، لعل يجد فيها ناس أناس يقبلونه أو الناس اللي فيها تتغير. ودي من القصص المشهورة، قصة سمعان الفريسي اللي السيد المسيح ذهب إلى بيته، وهناك حصلت حاجة مشهورة قوي، إنه في واحدة خاطئة راحت قدمت دهنت رجليه بالطيب ومسحتهما بدموعها، ومسحتهم بدموعها،
هنا قال السيد المسيح: يا سمعان عندي كلمة أقولها لك، فاتكلم مع سمعان. وفي بيت سمعان غفر للمرأة الخطية بتاعتها، لكن سمعان اتغفرت الخطية بتاعته؟ غالبا لا، لأنه كان شخص متكبر. سمعان الفريسي بص للمرأة كده وقال إنها مرأة خاطئة. إزاي؟ لو كان هذا نبيا لعلم هذه المرأة وما حالها، إنها خاطئة، إزاي يقبلها؟ ففي بيت سمعان المرأة الخاطئة سمعت كلمة مغفورة لك خطاياك، لكن سمعان نفسه ما سمعش الكلمة دي. مع الأسف، مع الأسف دي مشكلة، إنه الناس اللي بيظنوا نفسهم أبرار مش محتاجين لتوبة، مش محتاجين لخلاص. أيضا في بيت تاني دخلوا السيد المسيح، وده كان بيت أحد رؤساء الفريسيين، وده موجود هنلاقيه في لوقا 13. السيد المسيح دخل هذا البيت، وفي البيت ده كان في إنسان مستسقي. يعني إيه؟ بطنه فيها مليانة مية، كان عنده مشكلة، غالبا عنده في المعدة مشكلة كبيرة بقالها سنين. وكان يوم سبت برضه لما دخل السيد المسيح هناك. وفي بيت رئيس هذا رئيس الفريسيين ده صنع أيضا السيد المسيح معجزة. وبص كده عليهم كلهم، لقاهم كلهم بيتخانقوا مين يقعد في الأول. كانوا لما يعملوا حفلة يتخانقوا مين يقعد في الأول عشان ياخد المرتبة الأولى، يعني يبقى يعني ده مميز. وبدأ يقول لهم: متى تعيد إلى مكان ما تاخدش المتكئ الأول. فدي بيوت، نوع تاني من البيوت اللي السيد المسيح دخلها، بيت بيوت الفريسيين. يبقى النوع الأول بيوت العبادة، المجامع اليهودية اللي السيد المسيح وجد فيها مقاومة، والهيكل اليهودي اللي كان بيعلم فيه، والهيكل ده كان بيت للتجارة، وكان الكهنة عملوه مكان علشان يجي أصحاب الحيوانات والطيور يبيعوا الحاجة بتاعتهم، ويقول لك ده ذبايح هتقدم للهيكل، وكانوا بيعملوه تجارة. وعشان كده السيد المسيح طهر الهيكل مرتين، مرة ذكرت في يوحنا 2، ومرة ذكرت بعد ما دخل أورشليم في الأسبوع الأخير في متى 21 ومرقس 11 ولوقا 21. الحاجة التانية بيوت الفريسيين. طب النوع الثالث بيوت الخطاه والعشرين، ده نوع ثالث. أول بيت يذكر عنه دخل السيد المسيح للخطاه كان بيت متى، القديس متى اللي كتب الإنجيل، ده كان اسمه لاوي العشار. لما السيد المسيح قال له تعالى اتبعني، في اليوم ده صنع للسيد المسيح عشاء عظيم، ودعا كل إخواته، كل أصدقائه عشرين وخطاه، قعد معهم السيد المسيح وأكل. والفريسيين زعلوا قوي، إزاي وإنت إنسان تعتبر من الناس المتدينين المحسوبين علينا تدخل بيوت هؤلاء الخطاه؟ وفي هذا الوقت السيد المسيح قال لهم كده: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو أبرار بل خطاه إلى التوبة. وأيضا من البيوت الخطاة اللي دخلها السيد المسيح بيت زكا النهاردة، ده كان بقى مش عشار، ده رئيس العشارين، يعني رئيس مأموريات الضرائب. وزي ما هو معروف اليهود كانوا بيعتبروا العشارين حرامية وخونة، حرامية لأنهم بياخدوا أكتر من اللي المفروض ياخدوه وبيفتنوا على الناس، وخونة لأنهم بيتعاملوا مع الجماعة الرومانيين، الرومان اللي هم كانوا محتلين اليهود في الوقت ده، فكانوا بيبصوا للعشرين انهم ناس وحشين قوي. عشان كده النهاردة الناس استغربت قوي، ازاي يدخل عند بيت هذا الشخص؟ يقول لك: تذمروا قائلين انه دخل الى بيت رجل خاطي ليستريح. نعم نعم، يجد السيد المسيح راحته في بيت التائبين مش الخطاه. السيد المسيح وجد راحته في بيت زكا لانه عارف زكا انه عنده شهوه انه هو يغير حياته، ولذلك دخل هناك لانه عارف انه هيجد راحته هناك. خاطي بس هيتوب، خاطي بس نفسه يغير حياته، بس ادوا له فرصه.
عشان كده ما كانش سهل انه زكي يقول الجملة دي: ها انا ذا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين، وان كنت قد وشيت باحد ارد له 4 اضعاف. ما نتخيلش انه دي لحظة كده، لا، زكي كان عنده شهوة، كان نفسه يتفتح قدامه بس الطريق. عشان كده لما اتفتح قال مش مهم اي حاجة، المهم ان انا انال الخلاص. دخول المسيح بيتي اغلى من كل اموالي، ان انا اكون مقبول عند الله افضل من جمع الاموال دي، ملهاش لازمة. يبقى احنا قلنا 3 انواع من البيوت: بيوت العبادة، المجامع والهيكل اليهودي، والبيوت التانية اللي هي بيوت الجماعة الفريسيين، وذكرنا نوعين: بيت سمعان الفريسي وبيت رئيس الفريسيين اللي السيد المسيح شفى فيه الإنسان المستسقي. وقلنا نوع تالت من البيوت: بيوت الخطاة والعشرين. النوع الرابع: بيوت بسيطة وجد فيها السيد المسيح راحة، وجد فيها ناس بتمجد اسمه، زي بيت بطرس الرسول، دخل بيته وشفى حماته اللي كانت مصابة بحمى. وبطرس الرسول كان صياد، بيته طبعا يعتبر بيت بسيط خالص، لأنه مهنة الصيد كانت وما زالت واحدة من أفقر المهن. البيت الثاني اللي من هذا النوع بيت طبعا مشهور، بيت لعازر. بيت لعازر ومرثا ومريم من أشهر البيوت اللي السيد المسيح كان بيدخلها ويجد فيها راحة. البيت ده كان موجود في مدينة اسمها بيت عنيا، كانت على بعد مسافة بسيطة خالص من أورشليم. وطول أسبوع الآلام كان طول النهار يبقى في الهيكل، وبعد كده يذهب إلى بيت عنيا، وغالبا كان بيبات عند لعازر. وفي هذا البيت صنع السيد المسيح واحد من أعظم معجزاته المكتوبة، إن لم تكن أعظمها فعلا، وهو إقامة لعازر بعد 4 أيام اللي كانت عند قبر لعازر. فصنع مع أهل هذا البيت واحد من أعظم معجزاته المكتوبة في الإنجيل. وفي هذا البيت كان يجد راحة دايما. مرثا ومريم ولعازر كانوا مثال للأسرة الحلوة اللي تمجد اسم الله، اللي بتحب ربنا، اللي على استعداد دايما انها تقدم كل شيء عشانه. يبقى كان ده بيوت البسطاء وجد فيها السيد المسيح راحته، وبيوت التائبين وجد فيها المسيح راحته، اما بيوت المتكبرين المرائين الحرفيين السيد المسيح رفضها. وفي الآخر سمعوا أسوأ كلمة، صعبة قوي: هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. ودي كلمة صعبة، نتمنى كل واحد ما يسمعهاش، بس ده هيعتمد هو بيعمل ايه في بيته. عشان كده دايما نقول اجعل يا رب بيوتنا بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، بيوت تمجد اسمك القدوس، ما يبقاش فيها حاجة مش حلوة. بيت يا رب تجد فيها الناس راحت، تجد فيها يا رب انت راحتك وتمجد اسمك القدوس. اخيرا هنختم بآية اتقالت في سفر الامثال: لعنة الرب في بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين. لعنة الرب في بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين. وإلهنا المجد دائما أبدا.